يعني شغلة إيجابية كلش حلوة. بغداد الآونة الأخيرة اختنقت جدا بسبب الازدحامات المرورية. ماكو شيء، الحمد لله شكر أمان، البلد صار أمان. يعني تشوف الوضع مشجع لرفع هذا؟ طبعا العشدون 100%. كانت فرع الجادرية، وأشكر قائد عمليات بغداد وأشكر القوات الأمنية ورئيس الوزراء. افتريت فرة كاملة على التقاطع وجيت منها على شارع الزيتون مفتوح. الازدحامات واحدة من أكبر المشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي بشكل يومي، سواء على الخطوط السريعة أو التقاطعات أو المناطق الرئيسية في العاصمة بغداد. لذلك استجابة وتخفيفا لكم هذه المشاكل الموجودة في الشوارع، توجه فريق الجهد الخدمي الحكومي للسيد رئيس الوزراء لفتح بعض النقاط المهمة. واحدة من النقاط المهمة اللي احنا متواجدين بها اليوم هي بوابات المنطقة الخضراء والأنفاق اللي موجودة داخل هذه المنطقة، انفتحت بشكل كامل أمام حركة المواطنين. آلية افتتاحها وتفاصيلها بالتأكيد راح نتابعها بحلقة هذا الأسبوع من برنامج في الظل. شوارع بغداد مثل ما كل احنا نعرف ما صار لها تحديث وتطوير، في حين عدد السيارات ازداد إلى أكثر من 10 أضعاف، إضافة إلى أنه ثقافة النقل العام ما أصبحت عندنا، لأنه يعني اليوم الطالب يداوم بسيارته، الموظف يداوم بسيارة خاصة، الأعمال الحرة، إضافة إلى سيارات الإجرة، كذا اخترقت بغداد بدون أي تحديث لشوارعها. بغداد تحتاج إلى فتح، بغداد تحتاج إلى مشاريع، ونأمل خير إن شاء الله أنفاق جسور عسى أن يخفف الازدحام ويرجع بغداد العاصمة اللي إلها رونقها واللي إلها ازدحامات. طبعا أكيد يعني ماكو ازدحامات ببغداد راح تصير، لأن عندك من تنفتح الخضراء الزوراء والمحيط اللي يعني داخل الخضراء كله راح ينفك. أكيد اليوم صار لود كلش قوي على الخضراء، بس اكيد شويه شويه راح تتحسن يعني الامور. ايه اشتديهم من شارع السيطره مال الجادريه، وهواي سيطرات يعني من يشيلونها فادتنا احنا كمستخدم للسياره اليوم. يعني بشكل يومي الازدحامات ايش قد تاخذ من وقتك؟ والله هواي، انا مرار يعني امران ازدحامات ابقى بها ساعه، كل ازدحام واحد والله ذاك اليوم ساعه اللقاء انا ساعه كامله. طبعا هذا امر مهم، احنا لازم احنا نفتح زين ونطور بعد بيهن شوارع زين، والامور يعني اشكر القوات الامنيه، يعني اشوف هسه الواقفين هم شوف شلون الوضع حلو، هو يعني من تطلع هسه على الخضراء يعني هسه بين المنصور والخضراء ترى الوقت دقائق. والله خطوه حلوه، خطوه كلش حلوه. اي يعني اخر مره فتحوا كان زمن شو اسمه عادل عبد المهدي، صارت المظاهرات وحد الان ان شاء الله فتحوا. راح يخفف من الازدحامات كلش. هذا الطريق تقريبا اللي انت مار بيه حاليا هذا يخدم له كم منطقه وكم مسار؟ هذا هسه حيوديني الكراده، احسن مساء على الزيتون ارجع من على الازدحام على الجسر الجمهوري، وزاره تخطيط والازدحامات من ناحيه خليني قبل اطلع على على الخضراء. بناء على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحه الاستاذ المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، باشرنا بتنفيذ احد برامج الحكوميه اللي مقرر بفتح الطرق المغلقه والشوارع المغلقه والشوارع التي يوجد فيها كتل كونكريتيه سوف يتم رفعها تدريجيا. هسه حاليا في جانب الكرخ والرصافه تم رفع اكثر من 107 سيطره، اكثر من 107 طريق مغلق، يعني مجموع اللي انفكن. اما هذا الطريق انفتح نتيجه لوجود زخم مروري داخل محافظه بغداد ومقترباتها، تم صدر توجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحه فتح هذا الطريق ليخفف الكاهل عن المواطنين وانسيابيه العجلات وتفكيك الزخم المروري بالكامل. افتتاح اليوم لبوابة المنطقة الخضراء، مثل ما نعرف المنطقة الخضراء مغلقة، واليوم تفتتح كاملة بوجه المواطن العراقي، ويمكن التدخل دخول والخروج بانسيابية أمامك إن شاء الله. أهمية هذا الافتتاح اليوم؟ طبعا حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء المحترم أمر بفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين دخول من الكرخ إلى الرصافة ومن الرصافة إلى الكرخ. طبعا هاي يسهل الاختناقات الموجودة ضمن
العاصمة بغداد، وهو بالأخص خط السير دمشق باتجاه الفارس، الفارس باتجاه النسور وبالعكس. طبعا هاي راح يخفف الازدحام عن المواطنين بالأخص سالك الطريق تقريبا 40%، والوصول من الكرخ إلى الرصافة بأقل من السابق. احنا ما نحكي عن البوابات، نقول خط السير القادم من طريق مطار المثنى باتجاه جسر المعلق، ها طبعا سايدين ذهابا وإيابا، وكذلك فتح خط السير من تقاطع عمان إلى ترافيك لايت، التقاطع الداخلي يقدر يطلع إلى القادسية، إلى طريق القادسية، إلى مطار بغداد، إلى ساحة النسور، إلى شارع الكندي، لأن كل مفترقات كلهم فتحناها بالكامل لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد. هذه المرحلة تعتبر مرحلة أولى، أكو توجه لرفع باقي النقاط والسيطرات؟ والله توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، العمل مستمر بفتح جميع الطرق ورفع السيطرات ضمن العاصمة بغداد الحبيبة. الدخول بالتالي راح يكون بدون الباجات التعريفية للمنطقة الخضراء؟ بالتأكيد، هاي أمامك بدون أي باج أمام المواطنين. إذا مثل ما نتابع، هذه إحدى البوابات اللي تم افتتاحها اليوم، طريق مغلق هذا الطريق من سنوات، اليوم تم افتتاحها بشكل طبيعي لحركة وسير المواطنين. هذا الطريق يؤدي مباشرة إلى المنطقة الخضراء. الدخول مثل ما أوضح جناب اللواء والرجل المرور، الموضوع بدون باجات، الموضوع مفتوح الخط السير هذا من الساعة 5 الصبح لحد الساعة 7 مساء. مثل ما تلاحظ أخي العزيز أنه أي باج ماكو، باستثناء فقط سيارات الحمل استثنيناها، تعرف لقضايا أمنية. إذا عندك حمل داخل منطقة خضراء أكو باب 6 بها رابس كان بها سونار، تعمل وفق سياقات وأسس متطورة ويفوتون بها اعتياديا. تشوف موضوع أنه فتح هذه الشوارع المغلقة والأنفاق كافي للتخفيف من الازدحام أم نحتاج إلى معالجات ثانية؟ لا، هو يساهم في تخفيف الازدحام بس نحتاج إلى معالجات جذرية ومؤقتة. يعني الجذرية أنه لازم أنه تصير لنا فكرة ببناء جسور بغداد. تصميم بغداد العمراني جميل جدا ودائري، فالحلول بتكون سهلة جدا، مو عاصمة معقدة. إلى الآن بغداد بها المنافذ اللي من الممكن أن نسوي مشاريع جديدة، كأن يكون مثلا مترو ونرجع ثقافة النقل العام، كأن يكون طرق سريعة، ربط أجزاء بغداد مثلا الكرخ والرصافة بعدة مشاريع. هذا الإجراء يخفف نوعا ما، لكن احنا نحتاج إلى حلول حقيقية وجذرية وجادة. رأيك الوضع العام والوضع الأمني ببغداد يشجع على مثل هذه النقاط، أن الشوارع المغلقة ممكن من 2003 اليوم تم افتتاحها؟ نعمة، نسأل من الله أن يديمها على أهل بغداد وعلى العراق عموما. الوضع الأمني إن شاء الله زين، قواتنا الأمنية ما مقصرين، ولدنا القوات المسلحة بكل صنوفها ما مقصرين، نسأل الله الحفظ. الحملة الأولى شملت أكثر من طريق وأكثر من نفق، برأيك راح يكون أكو تغيير واضح ملموس؟ طبعا اذا الدوله شد حيلها زين، الحكومه اذا شد حيلها احنا العش نريد، احنا نريد هاي اللي نريد احنا زين، وتحياتها لهم. يعني بالاضافه لفتح الشوارع شنو نحتاج برايك حتى نخفف الازدحامات؟ اذا فتحت الشوارع، يعني اذا فتحت وصارت زينه، بعد ما نحتاج اي شيء بعد زين. هي شوارع نظيفه، وانت تشوفها انت هي الخضراء كلش نظيفه، يعني ما متعوبه مو مثل باقي الشوارع. بس انا تحياتي لابو المرور ها والأمانة بغداد، بس يصلحون لنا الشوارع عكوبين بين طسات زين. عندك النفق الزيت مرات يصير الزخم من وراء الطسات المطبات. اي انا اريدك توصل لها هاي الصوره، اكو مطبات بيها، يعني يجي السائق يعني تعرف سيارته يخاف يعني بالطسه، اي راح يصير زخم شويه، بس ما عندنا كل الاشكالات احنا بيهن. هذه مرحله من احد المراحل اللي وجه بها السيد القائد العام للقوات المسلحه المحترم، انه هذه المرحله الاولى، اما المرحله القادمه تجينا تباعا وننفذها، احنا عسكر نستلم الاوامر. هذا الرفع بالتاكيد صار عن طريق دراسات، برايكم راح يحدث الفرق الملموس للمواطن؟ طبعا بالتاكيد 100%. يعني هسه انت لا يعني ملاحظ قبل فتره كان الكثافه ضمن هاي الرقعه الجغرافيه وبالاخص جسر الجمهوريه والسنك اكثر المواطنين يستوك، هسه راح يصير عندهم منفس اخر الجسر المعلق، من اللي يروح على الجادرية أحسن ما يروح
للتحرير حتى يجي من طريق المطار على على هاي البوابه على جسر المعلق باتجاه اكو نقاط ثانيه انفاق داخل المنطقه الخضراء. بالتاكيد عندنا نفق الزيتون يعني اربع اجنحه، اثنين دخول واثنين خروج ضمن نفق الزيتون، الخط اللي يجي من شارع ساحة الفاس العربي شارع الزيتون بوابه 10 يدخل الى نفق الزيتون وكذلك الخروج. على معلوماتي توجيهي وعام على عموم العراق، بس حاليا اللي تنفذ انا دا اشوفه اللي عندي هنا، اما تنفذ برا ما متابعكم صادق. والله راح يخفف نسبه كبيره، يعني خاف اقول لك يقلل يمكن اكثر من 50% الى 60. اي يعني الازدحام كان 100% هسه يعني ما يقلل للنصف، لا اكثر من نصف، وان شاء الله يتامل خير. نحتاج اذا هذه الخطوات يعني مثل ما ذكرون المختصين هذه تعتبر مرحله اولى، نحتاج بعد ان شاء الله. ان شاء الله اكو اكيد هو من يفتحون شوارع، هو ما يفتحوها كلها، يفتحون قسم ورا قسم. الحمد لله القسم الاول اليوم الحمد لله انزال، وتبقى شويه بعد والله كريم. فتح اليوم انفاق جديده وشوارع جديده بالمنطقه الخضراء تشوفها راح تخفف من الازدحام؟ اكيد طبعا، الحمد لله والشكر. يعني ساده خوش طريق يعني، والحمد لله والشكر. راح ياثر راح يغير؟ اكيد طبعا، واتمنى كل السيطرات ان شاء الله الطرق كلها تنفتح. يوميا ايش قد تاخذ منك الازدحامات تقريبا؟ والله حسب، مرات شوارع فارغه مرات ازدحامات حسب العطل. نحتاج الى فتح بعد شوارع مغلقه؟ والله ما اعرف. شكو شارع مزود اتمنى ينفتح حتى الفرعيه. سيطرة الجادرية واحدة من السيطرات اللي شملت بحملة رفع السيطرات وفتح الشوارع والأنفاق المغلقة. هذه السيطرة أي مواطن يعبر يوميا من الكرخ إلى الرصافة بالعاصمة بغداد راح يبقى بهذه السيطرة من ساعة إلى ساعتين، هذا بالشكل الطبيعي وممكن يزيد هذا الوقت. نلاحظ اليوم رفعت هذه السيطرة بشكل كامل ونتابع حركة سير المركبات بكل انسيابية. صار فرق يعني جدا قوي، لان السيارات كان ازدحام يعني كلش سبب من على الجسر، فيصير تاخير. يعني انت مثلا تطلع 6:30 مثلا من البيت، انت نص ساعه هنا تقريبا بس بجسر الجادريه، لكن هسه من فتحت هاي السيطره مباشر قبل انت هنا بالجامعه، صح يصير هنا ازدحام بالتقاطع لكن مو مثل كان الازدحام بالجسر. هنا مثلا سيارات يعني تقدر تنزل من يمها تنقل تنزل، بس شو اسمه من كان هناك يعني السيطره كانت ازدحام كلش قوي. سيطرة الجادرية يوميا تقريبا ايش قد تاخذ منك وقت؟ والله كلش هو يعني انا اجي الصبح اطلع من وقت يعني اصعد بالجسر مال الجادرية انام، وانا يعني كلش اتاخر. الازدحام يعني السيطرة حيل مسوي ازدحام. اثر عليك السيطرة؟ تاثير السيطرة كلش هو يعني تاثير السيطرة، بس السيطرة نص ساعة، احنا مرات المحاضرة الاولى ما نطبها، نطب من وقت، مرات اذا امتحان هاي ما نطب.
حيل وما الفراهيد هم الازدحام كلش قوي، مرات يوقف مرور لو هاي وينزلون طلاب بنص الطريق فيصير ازدحام كلش قوي. السيطرة اليوم رفعت بشكل كامل والحركة صارت طبيعية، تشوفون هذا القرار مهم يخدمكم انتم كطلاب جامعة؟ اي مهم كلش، يعني صار فرق كلش كبير، يعني السير صار يمشي، ازدحام شوية قل، ماكو يعني قبل كان كلش مسدود اسد. شيء اكيد السيطرات هي يعني سبب رئيسي بالازدحام بالشارع. يعني مرات احنا نجي عبريه يعني باصات في سبيل الازدحام، لان سيارتك تتاخر على دوامك، واذا تريد تطلع على دوامك لازم تتاخر، تطلع قصدي من وقت. رفع هذه السيطرات وفتح الطرق برايك يخفف من الازدحامات؟ اي كلش يخفف. يعني هسه اكو سيطرات ما لها داعي. هسه مثل ما جادري هم كلش ما لها داعي. هم سيطره بنص الجسر. شكو؟ فتحه وخلي العالم تمشي، يعني اكو الازدحام جاي يصير هو بالسيطره، السيارات يعني واحد بالثاني جاي يجي. ويعني وكلش مسدوده ساديه هسه كلش زين ان شاء الله. جناب العميد هذا الموقع يعتبر الموقع الثاني اليوم اللي تم افتتاحه، لا. هذا الموقع شنو المناطق اللي يخدمها؟ طبعا هاي يخدم الكرخ والرصافه، اللي بالرصافه يعبر باستطاعه العبور الى جسر المعلق باتجاه المقاتل باتجاه عمان باتجاه خط القادسيه، هاي القطعه اللي صورتها المنصور شارع الزيتون هاي امامك. باستطاعته بدل ما يروح للقادسيه او على طريق مطار يسلك هذا الطريق شارع الزيتون باتجاه الفارس العربي، المعرض، الرواد، 14 رمضان، 21 رمضان، الاسكان وجميع المناطق الكرخ. هذا المسار بالتالي ممكن يخفف الضغط عن كل هذه المناطق اللي ذكرتها؟ طبعا بالتاكيد هذا راح يخفف على دمشق باتجاه يعني الزوراء، الفارس العربي، النسور، هذا يخفف على هذا راح يكون مفتوح بشكل كامل؟ مفتوح بشكل كامل من الخامسة ذهاب وإياب، هاي أمامك دخول العجلات من الخامسة صباحا إلى السابعة مساء. جناب اللواء بعد المنفذ الأول إحنا الآن متواجدين بالمنفذ الثاني، هذا المنفذ شنو تفاصيله وحركة الخط السير؟ أنت ذاك ما كنت به ذاك منفذ يؤدي إلى أربع منافذ اللي هي الجسر العنكبوتي أو النفق العنكبوتي داخل المنطقة الخضراء، أربع مداخل وأربع مخارج. هذا اللي أمامك هذا ما مفتوح من 2003، هذا ما مفتوح، نعم ما مفتوح من بس البرنامج الحكومي هذا انفتح لتلبية سد احتياج المواطن، يخفف الزخم، يربط الكرخ بالكرخ صحيح بس يحول مسار باتجاه الرصافة، باتجاه يعني الكرخ على الرصافة من خلال ساحة الاحتفالات باتجاه شارع الزيتون. وهنا أهميته هذا الخط، أهميته أنه يسحب الزخم المرور اللي عنده حركة باتجاه شارع الزيتون، باتجاه شارع الكندي، باتجاه البياع، العامرية، خلي يطلع منها أقرب له. ليش؟ حكم وجود دلالة طريق المنصور على المنصور وباقي المناطق المحاذية إلى المنصور، يعني خلينا نقول أكو طرق مؤدية وهو مو طريق واحد من يطلع منها يلقى ألف منفذ على اتجاهه، بس هذا الطريق بعلامة مرورية قديمة وهم مثل ما تلاحظ ما مفتوح من 2003. الازدحامات مثل ما تعرف جنابك هي المشكلة الأكبر حاليا للمواطن العراقي أو من أكبر المشاكل، هذا الافتتاح وافتتاح باقي النقاط بالتأكيد راح يخفف، بالتأكيد. شنو نحتاج أكثر حتى تخف الازدحامات؟ هو أهم شيء أنه المواطن يلتزم بأنظمة المرور، هو أهم شيء أنه يلتزم بأنظمة المرور، وإحنا حسب توجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والسيد مدير المرور العام إحنا نخفف الازدحامات على سالكي الطريق. النقاط الأساسية اللي بيها اللود التقاطعات، مقتربات الجامعات، أكو حلول إلها؟ إن شاء الله أكو دراسات، وإن شاء الله دراسات عرضت على الجهات العليا وإن شاء الله يقوم بها على مدة دوام غير دوام دوام متفاوت. السيد وزير الداخلية المحترم قدم مقترحات وإن شاء الله المناطق اللي راح تستفاد من هذا الخط كل اللي سكنت المنطقة في القاطع الكرخ، خلينا نقول بهاي الصفحة المنصور باتجاه العفو سكنت الرصافة، من يتحرك هنا باتجاه المنصور باتجاه المناطق المحيطة المتنبي، يعني كل الطرق اللي ضمن محلات الكرخ حيستفاد من عندها استفادة كاملة. الكرخ ثم الرصافة من خلال ربط هاي المناطق ببعضها من خلال فتح الجسور وفتح الأنفاق وفتح الطرقات أمام المواطنين. هذا الفتح لتوقيتات راح تكون محددة لو مفتوحة الساعة 500 صباحا لغاية 1900، يعني من 5 الفجر لغاية الساعة 7 مساء. كل هذا الوقت الدخول بدون أي باج؟ بدون باجات، بدون أي استفسار، بس باستثناء سيارتنا قبل شوية سيدنا بدون عجلات الحمل فقط. نعم. لها اماكن مخصصه على عجلات الحمل راح تكون؟ لا عجلات الحمل ما عندنا، هو اللي يخش على الخضراء اكو باب 6 سونار اللابس كان يدخل اذا عنده حمل داخل منطقه خضراء، باب 6 اللي خاصه يروح لبوابه الحمال.
احنا شلون نقول الرصافه قمنا بصراحه يعني من نريد نروح لها نهار كامل يروح عليك بسبب شنو انت متعني من الكرخ للرصافه كل هذه الجسور يعني مجرد نقول مسافات ما تتعدى 10 كيلو فهذا كله طبعا يخفف ويسهل يعني يسهل من هواي شغلات السيطرات وبالتحديد المنطقه الخضراء فتح هذه المنافذ راح يخفف انت اليوم كمستخدم للسيارات طبعا 100% احنا تعرف من نقول السبعة لحد الساعة بالخمسة إلى أن تنسد هذا شلون نقول الشعب كله يحس بيه شلون نقول طمأنينة أي بس هاي مت تنسد تعرف أنت تظل يعني شايف أنت الزحمة والهوسة هذا كله الطرق هذا يأثر علي من ما يأثر بس خلينا نقول يأثر ترى هواي شغلات تتأخر بالمجتمع يعني مجتمعنا ترى هسه مبني على السرعة يعني كله بلدان العالم مبني على السرعة فكيف أنت جاي يعني إحنا ب23 هذه المعالجة برفع السيطرات وفتح الأنفاق تشوفها كافية لو نحتاج بعد معالجات لتخفيف من الإزدحام؟ معالجات بعد تفيد نفقات جسور إرادة هواي جسور هواي نفقات إرادة ببغداد إيه وفتح الطرق الداخلية مو بس هذا أكو هواي طرق داخلية مسدودة إراد لازم يفتحوها مو بس دني نحتاج بعد حملات برأيك لفتح باقي الطرق المغلقة أكيد زين تحياتي إلهم يعني على هالمبادرة كل الجميلة زين هسه المواطن ارتاح كان يفكر بس بالطريق وتعرف الازدحامات والزخم زين يعني اذا واحد يطلع للموعد مالته قبل ساعه هسه لا قلت عنده زين راح يكمل شغله المواطن زين وراح يبادر بهذا الشيء يعني تدري احنا رواحنا يعني شويه زين اي من يشوف ازدحام يضوج الازدحامات تشوف تحتاج فقط الى فتح الشوارع ورفع السيطرات ام انه اكو معالجات برايك لا اكو معالجات يعني اكو معالجات هواية يعني اكو توسيع للطرق يعني اكو شلون نقول ما نريد واحد نقول يصير ينطي شغلات من عنده بس اكو يعني خلينا نقول جزرات وسطيه كلش عريضه هذه هم يعني نقدر نستخدمها بالمناسبه يعني اكو بعد يعني خلينا نقول بعض الشوارع مسدوده لحد الان من 2003 وجاي لحد الان مسدوده يوم واحد من الشوارع من 2003 تم افتتاحها هاي يمكن انا هسه لو مال المرور يقول لي روح هيك حتى قلت وين اريد اروح يعني والله سبحان الله نقول ان شاء الله هذه ايام تبشر بالخير ان شاء الله هذه اجتني خطه امنيه مدروسه من قبل السيد القائد العام وجود مع السيد رئيس اركان الجيش المحترم مع السيد القاده المحترمين قائد عمليات بغداد القيادات قائد العمليات معاون العمليات رئيس اركان الجيش للحركات وللعمليات العسكريه قدموا دراسه مستفيضه انه من خلالها وصلوا الى استنتاج فتحها لغرض تخفيف الزخم المروري شملت عندي هذه البوابه امامك خط السير القادم من طريق مطامة ثنا باتجاه المعلق وباتجاه القادسية باب 10 اللي هي شارع الزيتون من معرض بغداد الدولي باتجاه ساحة الاحتفالات باتجاه القادسية وكذلك باتجاه الحارثية وكذلك باتجاه نفق الزيتون هاي الطريق بأربع خمس أنفاق أمامك مقاييس مجلس النواب مداخل ومخارج أربعة وكذلك تم فتح الطريق المحاذم من يم الحارثية من يم مجسر الحارثية من يم مطعم علي باريس السياج الموازي للمجمع المحاكم ثم إلى قيادة عمليات بغداد ثم إلى السفارة التركية باتجاه القادسية مطار بغداد أو إلى الحارثية أو إلى الكندي أو إلى شارع ساعة النسور إن شاء الله إحنا نشوف النتائج اليوم التابع هو السيد مدير المرور العام المحترم يعني من خلال تنسيقنا وياه سوينا يعني فحص في عدد العجلات اللي تمر بالدقيقة شقد أكو فرق إن شاء الله يسحب الزخم المروري داخل محافظة بغداد بالكامل
المرحلة الأولى مثل ما تابعنا تبشر بخير، شوارع جديدة، أنفاق جديدة في المنطقة الخضراء، بعضها مغلق من عام 2003. المواطنين فرحانين بهذه الشوارع ويتأملون أنه تنفتح باقي الشوارع والأنفاق أو حتى تنضاف شوارع جديدة أو تصلح الشوارع الموجودة حتى تخف من الازدحامات اللي موجودة بشكل يومي. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت، في أمان الله.